بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کے دن یہ چار دعائیں پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرمائیں گے اور آپ کی ہر حاجت کو شام تک پورا فرما دیں گے۔ یہ بہت ہی مبارک دعائیں ہیں، ان کو ضرور پڑھ لیجئے، سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم۔ اللهم اغفر لي العفو فاعف عني، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا توكلت وأنت رب العرش العظيم۔ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت خذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم۔ اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإن